مباراة اليوم إن شاء الله غتحافظ على الأمل ديالنا باش نواصلوا المغامرة والمشوار إن شاء الله في كأس العالم. احنا تلقين في 11 ناسيونال قيادة وليد الركراكي، إن شاء الله فوز أو على الأقل تعادل اللي يخلينا أمور تبقى بين يدينا في مباراة كندا. اليوم غتكون صعيبة بحال الأولى، كنلعبوا مع بلجيكا اللي هو كنظنوا تاني في الكأس. نتمنوا ان شاء الله نديروا مباراة كبيرة بين المنتخب الوطني وان شاء الله تعادل لما لا الى تحت المستوى. كنتمنوا اليوم نربحوا ان شاء الله بنتيجة طيبة باش ان شاء الله نتأهلوا لزيتو وكان كارنيفا ان شاء الله. اليوم الماتش كنتوقع انه غيكون صعب، كنتمناو نحققوا شي نتيجه ايجابيه، فوز ان شاء الله او على الاقل تعادل اللي خلينا الكره بين يدينا ان شاء الله في الماتش الاخير باش نحققوا التاهل لمركز الدور الثاني ان شاء الله، ولما لا الربع كل شيء ممكن ان شاء الله. تركيز دائم باش تحقق نتيجة إيجابية وإن شاء الله نربي معاهم وحنا موراهم.